السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. خبر لجماهيرنا الكرام، حاجة مليحة نقولوا عليها مليحة، حاجة اللي تجمع ما بين الجزائريين، وحاجة اللي تضم هاد الجزائريين بيناتهم دائما. أنا بالمرصاد لها في قناتي، هذه قناة عبد السبور. اليوم راح نجيب لكم واحد الأخبار اللي راهم سما يحب يدير الخير ويحب معروفين الجزائريين باللي يحبوا يديروا الخير. هذه حاجه ظاهره وحاجه باينه. اليوم راح نعطيكم واحد الحوايج دارتهم المنظمه الوطنيه للصحفيين الرياضيين الجزائريين على تضامن ما بين هذا الشعب، هذا الشعب اللي حنا دائما بهذه القنوات ديالنا نسيو كيفاش نزيدوا نتقاربوا بيناتنا، رغم اننا نتخالفوا في بعض الامور الرياضيه. من داك انت تقول لي هذا مليح هذا ماشي مليح، هذيك حاجه كلها عاديه، انتقادات بناء بيناتنا الحمد لله، لكن دائما نبقى وخاوة إلى يوم الدين، لأننا جزائريين في وقت المحن كاع نوقفوا خاوتنا الكرام. باش نجيب لكم واحد الخبر، أن المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين مثل ما تشوفوا هذا الشعار تضامني على حملة لتبرع بالدم. حملة لتبرع بالدم راح نتكلموا عليها الآن، اللي نظمتها هذه المنظمة في قاعة البيضاوية. وزيد على ذلك تشوفوا المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين دارت ان تورنوا اللي بالك ما على بالهمش ناس كثيرة بهذا التورنوا، تورنوا جميل وجميل جدا كما يقول لك اوطوب، حتى الفار ودخل فيه. دوك نوريكم باللي المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين دارت الفار في القاعة في هذا التورنوا تاع الفوتسال خاوتنا الكرام بإمكانيات بسيطة. هنا وجهت رسالة انه الفار نقدروا نديروه بامكانيات موش لازم تكون عاليه، لكن تكون متوسطه عند في الملاعب 100 متر، لكن في القاعه كانوا عملوا الفار. وكانت تابعتها انايا الدوره هذه، نيفو عالي ما بين الصحافه اللي ما فين نشوفوهم يتكلموا، صحافه الكترونيه، صحافه في الجرائد، صحافه في البلاطوات، صحافه تلفزيونيه، كلهم تشوفوهم في قاعه يلعبوا كره قدم، نيفو صح عالي. كاين لاعبين والله غير لاعبين من طراز عالي، حتى اللاعبين تاع البطوله الوطنيه لم يخدموا دي كونسيلتون في لي بلاطو، راهم يلعبوا ثاني. اللي حاب يجي يشوف شوف كيما اليوم عندنا اخر مباراه في قاعه حرشه حسن، كاين غدوه مي فينال، كاين غدوه لمباريات في قاعه لاكوبول لمحاديه الملعب 5 جويليه. شوفوا واش كاين معاها خاوتنا الكرام، لازم الاتحاد خاوتنا. هادوما الجزائريين نتخالفوا في الراي، لكن اسمعوا معنا. دعما للمجهود التضامني الوطني وتحت رعايه شعار من اجل الجزائر، تنظم المنظمه الوطنيه للصحفيين الرياضيين الجزائريين بالتعاون مع الوكاله الوطنيه للدم، اسمعوا خاوتنا للدم، حمله للتبرع بالدم، وهذا يوم الثلاثاء 2 افريل 2024 بدايه من الساعة 10 ليلا على مستوى القاعة البيضاوية التابعة لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف في الجزائر. وتبعا لذلك تدعو المنظمة مختلف وسائل الإعلام للتفضل بتغطية هذه الفعالية الإنسانية التي ستشهد أيضا وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين وفق البرنامج الآتي. حتى فلسطين ودخلت باش تعرفوا بلي هذا الشعب الجزائري صح بيناتنا نتغالبوا ونعيطوا، لكن اليوم فلسطين راح تكون في الدورة. اسمعوا واش راح يديروا مع الفلسطينيين. مباراة استعراضية بين فريق يمثل الصحفيين الجزائريين وفريق يمثل الجالية الفلسطينية في الجزائر على الساعة 10 سما، ومباراة تحديد المركز الثالث للدورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة على الحادية عشر إلا عشر دقائق. مباراة استعراضية بين قدماء المولودية، اللي يحبوا المولودية غير يجوا للقاعة البيضاوية، حتكون فيها مباراة تاع قدماء المولودية الجزائر أمام اتحاد العاصمة خوتنا الكرام على 11:40 سما. ونقول لكم ثاني وزادوا قالوا قطرة دمكم حياة الآخرين. أنا اليوم ما همونيش صح المباريات، همتني كثر وكثر هي قطرة الدم هذه، قطرة الدم لما يجوا 10 20 من اللي بيسمعوا فيا يكونوا محاديين هنايا للعاصمة، حتى ببليدة بكذا اللي قراب للعاصمة يقدروا يجوا يتفضلوا يجوا يمدوا قطرة الدم. كاين ناس اللي راهي مشتاقة قطرة الدم خاوتنا الكرام. باش نزيد لكم معلومة،
كنت تكلمت مع واحد الطبيب، كنت تكلم قلت له الدم، قال لي مشكل كبير وكبير وكبير جدا راهو في الدم، يعني البنك البنك لا بنك تاع الدم ما فارغه فرغت، يعني لازم على الشعب الان يجي يمد هذه القطره تاع الدم ويزيد تزامنا في هذه القطره تاع الدم، يروح يزيد يشوف مباراه تاع قدماء المولوديه، ويزيد يشوف مباراه تاع الصحفيين امام الفلسطينيين. راح تكون سهره رمضانيه كثيره. ونزيد نقول لكم حاجه، جيبوا العائلات ديالكم، ارواحوا تريحوا، كل شيء متوفر، الامن متوفر، كل شيء كاين، تجوزوا سهره رمضانيه جميله وجميله جدا. واكد لكم خوتنا الكرام انه تابعنا هذه الدوره، كانت دوره بانطراز عالي بامكانيات ما نقولش كبيره وكبيره، لكن جازت بلا فار. دوك نوريكم الفار، دوك تشوفوا الفار خوتنا اللي داروه في القاعه، بثلاث كاميرات فقط، بثلاث كاميرات عملوا فار لانه القاعه صغيره. هنا حتى المنظمه الوطنيه للصحفيين الرياضيين الجزائريين وجهت رساله انه ما فيش مستحيل نقدروا في البطوله ديالنا ان شاء الله نديروا هذه في هذه ونديروا لافار ونتهناو من مشكل التحكيم ومشكل هاد الحوايج اللي راهم يصراو في الملاعب. نعاود نولي لكم خاوتنا، ما تنساوش يوم الثلاثاء تبدا من 10 حتى الوحده تاع الصباح سهره رمضانيه فيها منتخب فريق فلسطين ضد فريق الصحافه وفريق مولوديه الجزائر. راح نذكر لكم الاسماوات تاع اللاعبين تاع مولوديه الجزائر اللي راح يكونوا قدماء، لاعبين جيدين كانوا يحبوهم الناس هذاك الوقت فوق كوب دارجيري 2007 ومنا، وكاين اللي قبلها. هام الاسماوات تاع مولوديه الجزائر تاع اتحاد العاصمه عذرا ما عندناش، لكن راح يكون فيها حاج عدلان وراح يكونوا فيها الاخرون. مولوديه الجزائر املال، تقار، بخاري، علوش، العزيزي، باجي، مازا، حجاج، فضيل حجاج، مسجل هدف كأس الجزائر ضد الاتحاد العاصمة تسديدة قوية في 2007 نورمالمون، بطروني، مخلوفي، راشيد، خوتنا الكرام، والله العظيم غير أرواحوا تشوفوا النيفو تاع هذه الدورة، نيفو عالي في كرة القدم، لاعبين قدماء يعرفوا يلعبوا كرة قدم، نعرفوهم. لكن الحاجة اللي يعني حاب تاني هي القطرة الدم هذه اللي لازم احنا الجزائريين نتبرعوا بها لشعبنا لمواطنينا. هذه حاجة، هذه صدقة تتسمى صدقة جارية. دير في بالك انت لما تمد الدم تمد الواحد، هذاك الواحد كاباب بيك انت راح يزيد يعيش، راح يزيد يعيش، تتسمى صدقة جارية وأجرك عند الله خوتنا الكرام، ما تقدرش تحسبوا شحال. هذه هي خوتنا الكرام، نشكر المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، نطلبوا من جماهيرنا يوم الثلاثاء غدا، اللي حب يجي اليوم الحرش يجيها، وكاين ماتش ثاني يبداو على 10:15 يجي يشوف الماتش، وبالك غنحط لكم لو ليان تاع لي ماتش تاع الماتش تشوفوه معنا مباشرة، سما نحط لكم لو ليان تاع لاباج، تشوفوا الماتش وتشوفوا النيفو بلي مانيش نكذب. وزيد على ذلك لازم هاد الشعب نتحدوا فيما بعضنا وما نخلوش اسماء تفرقنا، نحن شعب جزائري متحدين، وعلى بالي في وقت الشده الشعب الجزائري واقف خوتنا الكرام. ما تنساوش خوتنا الكرام قبل ما نوريكم لافار تاع القاعه، ما تنساوش باللي قطره الدم راح تخلي غيرك يعيش، قطره الدم هي حياه، هي حياه، والله العظيم غير هي حياه. انا نقول لكم ان شاء الله تكونوا في الموعد غدا ان شاء الله، تبدا من الساعه 10 حتى الواحده صباحا، اروحوا مع اولادكم الصغار، كل شيء متوفر، ارواحوا ريحوا وتشوفوا باللي الهضره هذه ما رانيش نهضروا فقط، وقطره الدم لما تمدها لاخوك الجزائري راح تمد له كما يقول لك حياه اخرى. مسكين كاين اللي دوك هذا الاثناء اللي رانا نتكلموا راهو مشتاق قطره الدم، راهو مشتاق ويحط في لي باج تاع الفيسبوك خصني دم كذا ودم كذا. لا، حنا اللي يقدر وراه بصحه جيده يوم الثلاثاء على 10 سما مور التراويح يجي لاكوبول، الا قدر يمد الدم يمد، ولا ما قدرش حتى وما قدرش يمد الدم يدخل للقاعه يشوف واش كاين بروجرام مع الفريق الفلسطيني وفريق الصحافه ومولوديه الجزائر ضد مولوديه اتحاد العاصمه. انا بلغت وان شاء الله حتى ويجوا 10 او 20 من ناني هذو اللي نتكلم معاهم لما يسمعوا فيا، انا نقول اني بلغت لخاوتنا. ولي الحق لاكوبول يحب يسقسي على عليا
يعطوا له اسمي برك يجيبوا حتى لعندي ونتبادلوا اطراف الحديث ونتكلموا مع زملائنا كلهم التم في القاعه، وحتى الجمهور الجزائري والرياضي يتقرب من هاد الصحفيين اللي ما عرف يشوفهم الا في البلاطوات، يتقرب منهم ويتكلم معاهم واش حب، لانهم بكل بساطه كلهم متواضعين وكلهم ما شاء الله. شكرا لكم خوتنا الكرام، خوتنا الكرام تابعوا معنا لافار اللي داروها في قاعه حرشه بامكانيات بسيطه، وهذه رسالة إن شاء الله للاتحاد الجزائري باش إن شاء الله في العام المقبل تكون فيه فار بإذن الله. شكرا لكم، ما تنسوش تبرع بالدم، قطرة الدم هي حياة للآخرين. شكرا لكم خوتنا، تابعوا معنا لافار، راح نخليكم أنايا. سلام. شوف لاكسيون، شوف بالون وين راح، ما راهوش طالع جوا تاع البعض، هذه ما راهوش فاز دي برا، هو راهي حكايه، وشوف افونس بالون بزاف، شوف لاكسيون جو، خلاك ما حتش رجلو، شوف هو وين دابا جا. بون السلام عليكم، نحيو المخرج فتحي بوكتاب باسكو وفرنا الصوره. غراسا لوي لي ديكوفرينا بلي ما كاش البينالتي، رحنا وشفنا و سيتي ريوسي، يعطيكم الصحه بور ان ديبي سي فريمون ريوسي 90%. اذا بعد ثلاث سنوات نشوفه في الفار، يعني رايحين نخدموا به لي بروشان ماتش ان شاء الله. نورمالمون نخدموا فيه، احنا خدمنا فيه في كارت فينال سي ريوسي، ومازلنا دومي فينال وفينال ان شاء الله، الطبعات الجايين كاع نخدموهم بالفار ان شاء الله. كان يطيب على لجنه التحكيم يعني والحكام على اللقطه اللي كانت مقبل في مباراه الاخباريه والاذاعه الجزائريه؟ يعني كاع طحنا، كنا طرواز اربيت هنايا مع المخرج ومع الكاميرامان، طحنا كاع في كلمه واحده انه ما كاش بينالتي. واللقطه كما يقول لا ذكريني لا غبار عليها. لا غبار عليها. بارك الله فيك. يعطيكم الصحة، بارك الله. الصحة، واش نقدروا نقولوا يعني الفريق هذه والطاقات هذه اللي راهي معنا اليوم في إخراج هذه باسكو يديروا فيه مجهودات كبيرة، يتبعوا في الماتش في طلوة كاميرا ولا كات كاميرا، ربي يوفقهم إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة.